السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحبائي متابعين السباكة. إن شاء الله دي معانا كان مخرج في المطبخ، كان قديم وصاحب المنزل قال لي ما تلغوش، طبوه دي عقلة معايا سنتو ونص. هنشيل معانا الطبة اللي هي كانت محطوطة دي، طبعا الطبات دي أنا كنت مركبها طبات اختبار، كنت مركبها في التأسيس، وهنربط معانا دي طبة نيكل. طبات ده برضه في منها أنواع، أنا جبتها طبة نيكل صغيرة كده عشان ما تاخدش مساحة، لأن المكان ده هيخش فيه غسالة، فطبعا الطبة اللي راكبة دي طويلة ممكن تتخبط أو تنكسر لأنها برضه ضعيفة. أما الطبة النيكل دي ما بتاخدش معانا مساحة خالص. بنربط بنحط الوش النيكل على آخر قطعة بنربطها يا جماعة، إن كان محبس أو كده، ما بتربطش على العقلة، بيتربط على آخر قطعة بتبقى في الخارج معانا. وبعد كده بعد ما بنقفل عليها الوش بنربط العقلة اللي هي محتاجاها، ولو مش محتاجة عقلة بتتربط على طول معانا إن شاء الله. بالنسبة للعدد بتاع الشغل يا جماعة، ناس بيتكلموا ياما، أنا صورت فيديوهات كتير للعدد والله، وأنا كلمت إن ممكن مفتاح فرنساوي زي كده هيشتغل معاك في كل المقاسات، يعني في تركيب خلاط، في تركيب محبس، في تركيب وصلة. أنا ممكن أجيب مفتاح بلدي 22، بس ده أفضل، يعني بيدوى ويوسع معاك وبيجيب كل المقاسات معاك. ده معانا الشطاف بتاع القعدة، شطاف اللي هو بيركب على الخلاط السخن والبارد بتاع القعدة. طبعا سبت التخريم ده هو الآخر خالص عشان أشتغل بيه في وقت واحد، يعني بالنسبة للإكسسوارات والشطاف والحاجات اللي زي كده. ده بيجي معاه مسامير بتاعته، مسامير 6 فيشر، ونحاول نخلي بالنا يعني لأن الخرومين أو مكان المسامير بتبقى قريبة من بعضها، فيبقى فيه شغل بحرص شوية عشان ما نكسرش الجزء ده هو أو الفتحتين يعدوا على بعض لأنهم قريبين خالص. وبعد كده بنحط الفيشر ونحط المسامير، بنعديها جوه العلاقة معانا وبنجمعه إن شاء الله. طبعا العلاقة دي بيبقى فيها ناحية واسعة وناحية ضيقة، نخلي بالنا برضه واحنا بنركبها نخلي الناحية اللي هي تبقى واسعة تبقى لفوق عشان الشطاف يسقط جواها. دي معانا إن شاء الله الحلقة الأخيرة في تشطيب تركيب الإكسسوارات معانا، وإن شاء الله في فيديوهات ناس طالباها مني أنا مصورها برضه إن شاء الله هنقدمها لكم بإذن الله. طبعا لازم بعد ما بنخلص خالص آخر التشطيب لازم نجرب المية بتاعتنا قبل ما نمشي عشان لو في أي حاجة برضه تتعالج. في ناس بتشطب الشغل أو تركبه وتمشي وما بيجربوش المية سواء في الخلاطات او في القعده، وبعد كده بيحصل فيه تسريبات وحاجات او حاجه مش مربوطه كويس محتاجه كاوتش او محتاجه جوال، فلازم نجرب المايه يا جماعه. ده معانا الرف بتاع الحوض، انا برضه انا خربت التنين وجهزتهم كلهم، وان شاء الله برضه عشان ما اطولش عليكم هنخلصه باذن الله يعني، ونحاول ان احنا برضه نوزنه. لو احنا حاطين الميزان في العلام بتاعنا هيطلع معانا مظبوط ان شاء الله. والاسمنت يا جماعة انا اتكلمت عليه، يا ريت نقفل على الحاجات دي باسمنت، في بخش شغل كتير والله حاجات اللي زي الاكسسوارات دي مهما كان بتبقى المسامير ضعيفة برضه او بيعمل سوستة معاك لو حطيت حاجة او ايدك جت عليه مثلا ممكن يطرشق الصيني ده لانه ضعيف، فالاسمنت بيعمل معاك التثبيت لان البلاط مهما كان برضه ممكن تلاقي فيه ملالي بتفرق، او القطعة الصينية دي اللي هي الرف ممكن ما تبقاش عدلة كويسة معاك، هتلاقيها مخدمة من ناحية وناحية لا. فالاسمنت زي ما احنا شايفين اهو، انا قفلت اهو كل الاسمنت، طبعا انا ماشي صبع كده بكحل الاسمنت او بديله نعومية، ده اسمه تكحيل عشان ما يبقاش فيه حاجات خشنة او حاجات مسوسة تعبي معانا ترابة يبقى ناعم معانا. طبعا الحوض كله تقفل اسمنت في الدواير، والاسمنت ده ما بيزعلش في الفك، يعني انا لو حبيت احله بعد كده وحليت المسامير بيطلع عادي معايا لان هو على الاحراف من الخارج بس بيداري معايا
العرموس او الفواصل اللي تبقى موجوده معايا عشان ما تنزلش معايا ميه اثناء الاستخدام، برضو تسيل على الحيطه معايا. ميه ما شاء الله جديده يعني من غير مضخ والله، يعني الميه دي شغاله من غير موتور والله ما شاء الله. يعني الحمام ده هو في مدينه برج العرب. وعلى فكره يا جماعه، في ناس كتير اتكلم برضو على نقطه، ناس كتير بتبعت لي على شغل وانا ببقى زعلان جدا والله، هم نفسهم انني اعمل لهم شغل. بس يعني معظم الشغل بيجي لي يعني في القاهره، انا من اسكندريه، وطبعا انا موظف فمرتبط يعني بوظيفه، فشغلي محكوم يعني حاجات اللي زي كده، بيبقى حد من زمايلي حد من قريبي، بحاول ان انا اعمل مثلا يومين ثلاثه اجازه وبعمل الشغلانه. فما يزعلوش مني يعني ان انا ما بقدرش ان انا اروح واعمل لهم الشغل ده، انا ببقى نفسي والله. طبعا جربت معانا الشعون برضه شغال، دي المصفى الكبيره معانا، ضغط ما شاء الله يعني، شوف على كبر المصفى دون وكلها بتنزل ميه ما شاء الله معانا، مع ان المصفات الكبيره دي بتحتاج ضغط ميه جديده. ولو انا مركب مصفى كبيره زي ده يا جماعه ولقيت الميه مثلا نازله من اتجاه واحد او نازله مسياله على بعضها، في مصفات صغيره بتتغير برضه، ممكن نجيب حاجه صغيره اقل ميه بتكفيها برضه. دي المانيجه معانا بتاعت الصرف، نحاول ان احنا نقفل حوالين منها. هي طبعا مانيجه سوسته فيها الجوانات بتاعتها من الداخل ومن الخارج، يعني من القاعده ومن الصرف، بس نأمن برضه عليها باسمنت خفيف، عرموز خفيف كده، بحيث برضه ايه لو الكاوتشة مش مطبعة من اتجاه ولا حاجة يكون الأسمنت ده يكون أفضل معانا. دي برضو كاوتشة على فكرة، في ناس بتبعت على حكاية التاتش دي، برضو بيقول لك التاتش بنقفل وبيسرب مية. في كاوتشات زي دي كده بتتباع، لو أنت مش عايز تركب التاتش أساسا خالص، الكاوتشة دي بتقفل معانا كويسة، متوفرة الحاجات اللي زي كده، يعني قطع غيار زي كده موجودة، ولو حبينا نغير التاتش برضو بنجيبه. فهو بيقول عندي ببقى قافله وبيسرب ميه، ده من الكاوتشة ممكن تكون تأكلت أو ضعفت، موجود برضه لو حبيت تجيب التاتش من غير البلف على بعضه، موجود يعني القطع دي، دول المحبسين، المحبس ده معمول احتياطي، أنا موصل على المحبس اللي هو في الجنب دون، لأن راكب محبس 3 في 1. واهم حاجه ننظم الحمام يا جماعه، اي واحد سباك يخش قبل ما يشتغل خالص يحاول يقسم حمامه صح. ده احنا انا كده واقف في الطرقه اهو قدام الباب، شايفين التفصيله بتاعته، مع ان الحمام صغير بس ما دام منظم كل حاجه في مكانها هيطلع معانا كويس ما شاء الله، ومش هيبقى فيه اي مشكله خالص. ممكن يبقى الحمام كبير وانا مش منظم القطع بتاعتي فما بيبقاش كويس. ده المطبخ معانا اهو، طبعا انا بوريكم بقى اللي خلصت، انا فنشت كله، الفلتر ركب ومعانا برضو المحبس بتاع الفلتر ده هو. وفي على فكره توصيل، بتبقى محبس وفيه حاجه اسمها وصله، وصله خلاط، لو انا مش عايز اركب الفلتر ده هو، انا عايز اركبه في الرخامه مثلا، بتيجي تركب على الصيه بتاعه الخلاط وبيركب عليها المحبس، محبس صغير. دي معانا الأنطرة بتاعت الخلاط اهو، بتشتغل معانا المية على زي الدش كده زي سماعة، وبتشتغل معانا برضو على الاتجاهين الاتنين لو أنا عايز المية بتاعتي تنزل عدلة. ضغط ما شاء الله يعني، شوف الحنفية الاتنين حاجة، مية ما شاء الله الاتنين مفتوحين مع بعض، شوف الضغط يعني حاجة كويسة والله. ده معانا برضه هنا السخان، طبعا الشركة غاز طبيعي، هيجي طبعا يركبوا البوتاجاز ويوصلوا له غاز ويركبوا معانا السخان، أنا جهزت له التجهيزات بتاعته. دي شقة ابن أخويا على فكرة، وعريس، ولا زال طبعا زود شكل الغسالة جت والحاجة جت. إن شاء الله يا رب نكون قدمنا لكم حاجة مفيدة، وما تنسوش الإعجاب والاشتراك في القناة لو عجبكم الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله.